كما شهد مجلس النواب العديد من الإنجازات نظراً لمناقشته 320 موضوعاً خلال دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الخامس، حيث وافق المجلس على 57 موضوعاً تشريعياً ونحو 260 موضوعاً رقابياً ليحقق المصلحة العامة. هذا وأكد سعادة السيد علي زايد النائب الثاني لرئيس مجلس النواب خلال اتصال هاتفي في نشرة سابقة أن المجلس قدم الكثير من المقترحات و162 سؤالا خلال هذا الدور. مواضيع كثيرة حقيقة احنا نظرناها وراعينا فيها قوانين البحرين، ما يخص المواطن البحريني حقيقة من الموضوعات الكثيرة، من حيث التملك البحريني خلال 7 سنوات، عندنا التملك الخليجيين، عندنا سلم شاء الله قانون الاحتياط والتطوع اللي مر، كذلك ما أنسى حقيقة الدعم الرواتب للقطاع الخاص وتأكيد على ذلك في خلال شهر 4 و5 و6. نعم. وهذه تعد حقيقة من الإنجازات اللي تصب في مصلحة المواطن من خلال السلطة التشريعية اللي أقرتها في الفترة الأخيرة. طبعا تقدمنا باقتراحات كثيرة، أسئلة كثيرة حقيقة، كان عدد الأسئلة اللي تقدم فيها الأخوة أصحاب السعادة النواب 162 سؤال في هذا الدور. احنا لو قارناها مع الدور اللي قبله كان اقصر منه.